واحد عنده 10 سنين، واحد عنده 3 سنين، واحد يقرا في الروض والاخر يقرا في الخامس، الاخر ديال الخامس راه تتبع مع امو، فهمتي؟ تتبع مع امو تتلوح على داكشي في الامتحان، هذيك تتلوح على داكشي ديال داكشي ديال الاستاذة، تدوز لهم السوايع، تتلوح عليه تتبع معاه، الدروس ديالو تتبعهم معاه، ماشي كاين صافي وتتلحم في الواتساب، على الواتساب دير لهم جروب ديالهم، مجموعة ديالهم كل جروب بحال ديال السادس بوحدو ديال السابع بوحدو، فهمتي؟ تتلوح لهم جروب تتلوحوا لهم وصافي، وتدوز لهم جروب ديالهم تتلوح لهم، كان شي خطأ تتقول لي فلان راه خطأ عاود صحه، يعني كاين التواصل ديالهم وكاين مع امو ثاني معاونه. عندي جوج بنيات كيقراو في الاعدادي الثانيه، وعندي جوج وليدات كيقراو في الابتدائي، واحد في الحضيري وواحد في الرابع. الطريقه ديال التمدرس ديالهم عادي، كيقراو عادي، كيمتبعين الدراسه ديالو في الدار عادي. من خلال اش؟ خلال من الانترنت. ومتبعين على الجروب، على ديال متبع مع المعلمه ديال التحضيري البشرى، متبع معاهم مزيان ولا جميله ولا خديجه، متبعين معاهم في حتى هي في الواتساب. في الواتساب. والبنات الاخرين تما متبعين في ديك سميتها في الرابعه. واش بان لك ان الوليدات كيتعلموا مزيان وغاديين مزيان في الدراسه ديالهم؟ غاديين مزيان ومتبعين مزيان ومن احسن اللي بحال هكا. من احسن اللي بحال هكا، يعني هذه الخطوه هذه اللي خدات الدوله باش يكون التعليم عن بعد حمايه الاطفال ديالنا كي جات. حمايه الاطفال مزيانه. مزيانه. والماكينه من احسن بحال هكا، البعد مزيان وعلى حمايه الاطفال الجامعه داخل الوطن وخارج الوطن. باش كتنصح الوالدين؟ كننصحهم باللي يشدوا ولادهم يقروا مع البعد، ونصحهم باللي يخرجوا ما يخرجوش للزنقه، ويبتعدوا على التجمعات. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد النقطه بغيت نشير لها، الله يجزيكم بخير. هما قالوا لنا ودي غتكون في الرابعه هذيك الدروس، وما ما لقيت والو، كنقلب الرابعه ما فيها حتى شي حاجه باش يتبعوا معايا الدريات، وحده عندي كتقرا في الثاني، وحده في الاولى في المدرسه ديال المخزن. ودابا ملي كنقلب الرابعه كنلقى ما كاين والو، ودابا لقيت مشكل، خاصك دابا تتشارجي ودخل الواتساب، واش اللي قال لك اللوحوا لك داكشي في الواتساب، وكتكلفك شويه، واش انت مصاريف كتكلفك شويه، خاصك لو شارج كل نهار. ودابا انا غير خياط، دابا سدينا الحانوت ما كاين والو، غير مريح في الدار، وعندي ثلاثه البنيات والكرا، ويعني جاتني مكلفه شويه، 20 درهم مثلا في النهار ولا 10 درهم بزاف عليا. وهما قال لك اودي غيكون داك الشيء في الرابعه ما كاين والو، وكنطلبوا من هاد الناس ديال الدو شانتي يعني يدير واحد التفاته لينا، يعني يقلبوا على الناس. دابا دابا الجمعيات كاين شي جمعيات داروا شي غلط، تيفرقوا ما تيعرفوش الناس لما يعطوا، كاين دابا جاو الناس اخرين وعندهم مثلا وشدوا، والناس اللي ما عندهمش ما خداو والو، خصهم يقلبوا على الناس اللي ما عندهمش. راه كاينين الناس بزاف بالنسبه للمعاقين، نيت مزوج وعنده ثلاثه الاولاد او اربعه الاولاد، كي غيدير هو وياهم هو المدام عنده، وكتلقاه ما عنده لا سكن لا والو، يعني راه كيعيش في واحد ازمه صعيبه. اييه الحمد لله، هاد الساعه من 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 كان زعما كنقول لها كيقول لك الحمد لله، من كنجاوبوا مع الاساتذه كيقول لك الحمد لله، زعما تابعين الدراسه ديالهم الحمد لله. هاد الساعه يا ربي يفرج على الجميع، يا ربي تكون شي حاجه تفرح الجميع كاملين. في التلفازه كيتبع معاهم، وفي التليفون في الواتساب، هو كيتراسي معاهم في الواتساب، وهاد الساعه الحمد لله. هادشي كيقولوا لي جاتك انت، شنو الراي ديالك في الخطوه اللي دارتها الحكومه بالتعليم عن بعد حمايه للاولاد ديالنا؟ الحمد لله، ماشي نحميو هاد الشيء، حتى حنا خصنا نتبعوا الوطن، هادشي اللي كيقولوا لنا خصنا نديروه. كنصحهم كل واحد يقابل وليداتي وفي دارو، خصا كلشي مدنا دا في قبل نتروان سنغت قمي. الحمد لله، ماشي نحمي انا، حميت مازيرتنا، مش ادور توقعك على حاجه يخشن يا ربي السلامه. الله يحفظ الجميع كاملين حنايا، يحفظ ربي تنازيرتنا كل شيء، يا ربي يحد علينا البلا والباس. استافدوا شوي مزيان، المهم عنده الدار، ضروري الدار تيوقع في الدار، ما تيخرجش شي حاجه، ما كيلقاش شي صعوبه في الدروس اللي كتعطاه. لا مزيان بالعكس، مزيان مخير كاع، الله ينعم خير.
شي حاجه توريه بحال هكا شي حاجه هكا. هو كاع اصلا كان كاع ملي كاع كان في المدرسه بحال هكا ملي كان كاع في المدرسه بحال هكا ما كانش يدير، ولكن من ذاك من الاولاد تيلوحوا ليه ولا مقابل غير التليفون، خاصه يمتى تلوح ليه باش يبقى يقابل هذا الشيء. يعني كاين واحد ضروري ضروري دارك هذه الخطوه هذه اللي قدمت عليها الدوله باش يكون التعليم عن بعد حمايه الاطفال ديالنا. حمايه الاطفال الراي ديالك فيها من الحمايه الاطفال وما حد مزيان خايف انت على راسهم هما خايف من داخلي للدار ومحتاجين حاضيهم والديهم وكل شيء احسن لهم من الزنقه. ما عندهمش مزيانه والله الا مزيانه بالله احسن حاجه ما دارو.